قاعدين نلعب بلوت زي ما انت شايف، نطبخ، نسوي قهوه، نلعب. ترى انتم فاهمين فكره غلط عنا احنا البنات، انه احنا تصوير جلسات. لا ترى احنا اكبر من كذا. مشاهدينا ومستمعينا، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ام بي سي فور اسبوع. اهلا وسهلا فيك يا علي. يا هلا ويا مسهلا يا تغريده، يعطيك العافيه. وايضا التحيه موصوله لمشاهدينا ومتابعينا. وبعدين في شيء اكتشفته، كل شوي نكتشف اشياء كذا مع بعضنا. اكتشفت ان هي لعيبه تريكس. تريكس، وانت لعيب ايش؟ انا العب بلوت وايش كمان؟ بلاي ستيشن كمان. بلاي ستيشن، ما شاء الله عليك. اوكي جميل. وجيمز العاب، بس لازم نلعب شطرنج يوم. ممكن بس بساعة. ليش؟ ساعة رملية. ساعة رملية؟ هذه خلص بعد سنة لازم. أجل على طاري بعد سنة خليكم معنا ناخذ العالمين يلا. بعد حسم الأمر بالتعليم عن بعد، مطالب بتخفيض الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية. 2% من الأطفال بالسعودية مصابون بالتوحد، وقلة المراكز وارتفاع تكاليف العلاج تحد من تأهيل غالبيتهم. الحنين إلى الماضي يدفع شاب لترميم منزل أجداده والعيش فيه. وكيف سيكون شكل التعليم هذا العام؟ وهل دفعنا كورونا نحو التفكير جديا بالتعليم المنزلي؟ في إجابات اليوم. That is the craziest I've ever seen. It's hollowed out the tree. أشجار تشتعل من داخلها وجذعها سليم. نعم إنها ظاهرة طبيعية غريبة أثارت الجدل. نتعرف على أسبابها والمزيد في فقرات من حول العالم. ونتابع كمان في هالحلقة رياضيا مع حازم. بقيادة المدرب السعودي عيسى المحياني، الوحدة يستعد لمواجهة التعاون وعينه على المركز الثالث. وقميز الهلال لجماهير الأهلي. أنا آسف.